بسم الله اللهم صل وبارك على محمد وآله أجمعين. جيش نكيو برام نبي تعمى هذا زين. جيش نكيو قربان يوم أما ثلاثي المزيد فيه إيه جيش نسر بابي وفعل على يفعل مفعالكم في عالم لما كان ماضي على أربعة حرفين وما أخوين إيه جيش نسر فالأول ما كان ماضي ما أخوين على أربعة حرفين بلا فعلش ما أخوين فعل تفريح نعم أخوين أو جيش نسر جيش نأبيا ليه بسم الله الرحمن الرحيم يموت من أوانيك يحرف تيا زيادة كين قاعديك من دانا أويك يحرف تيا زيادة كين حرفك يا هم زيلة ثلاثة ودانين يا تكراري عين فعل كيت هي علي تقريبا في الفعل فعل فلو عين فعلة جيك لو ما النية أقل فعلك سيحرف بكين شيء حرف تيا زيادة كين سجل زيادة المان لو زيادة المان لازناك يا لو هم زيلة ودانين يا تكراري عين فعل كين يا خد شيء كين لبين الفعل فلو عليك دهاني واضح ابرام يا كم ما اخوين كداناني همزه كبو يك بابي هبو كشي بابي فعلو اشاسي نسي وفعل يعني شي فالاول ما كان ماضي على اربعه احرف بزياده حرف بذات واحده كشي كفعل اويلته واضح ابراكم يعني جوري يا كمان لسلات مذلو فيه او انا كما كان شوار بيتا بزياكدني بيتا كي تنها وكشي منكي وكو فعل انا بيتبلغ خطه فرح يفرح هاو فعله فعلك او حرف الذاكره او شيء ما انت تكراري عين الفعل كيه وكو شيء منكي فرح يفرح تفريحا فرح اصلك شيء وما صار اختيار اصلك فرحه شيء ما لك ثلاثي هو مجرد هو اسم كان مزيد فيه هاتين فعل في لغمات كين عارف لغمات كذا هو فر راحة فر اجتماع شيء رودا مثل رودا أيضا كلا إسبانيا عربية شيء قرصة هات أول ما نساكن كده ريكا هو فر راحة دغمة هو فر راحة على وزن كده فعل ولا كوشر إيه ده كيف بنتك أم بديار إيه بلاك كابوت من وكو فعل فرحه وبا فرحه والماضي كي يفرح رج مضارعك يدي شي لك يا كم مو مكانو انا فلك شي لك مكسور لك انت يفرح تنفعل مرفوعك اي تفريح ما شلون دروس ما مصا ايوه بني التفريحان هاتين باصلك شي وجايك تفريحان فرح فرح هاتين شي معك هاتين بتال سرتا ودام ان تيك زياده من سرتا زياده بالغوبا تفرح جايك تفرح إيه تفرح ياك من لبيني فلك ما جاي ساكن كي جاي رفع فلك ساكن كا بلا خور من فلك وبما جاي تف تفرح أم جاي شي معك جاي ياك من لبيني فعل فعل عين لام الفعل وعين الفعل دانا لا شو أنا بي إيه ياك من دانا خور من باشان عين الفعل من ساكن مكسور كي تفريحنا بها أخين تفريحنا أنا بدأ قربان أولي بيجرون فكي إدغام إدغام من كده هو تفرارحا هو تفرارحا تاني شو عنه تفرارحا أمزع شي معنى كده أمزر حفري رأيي كما رأي دوام معنى كده نعم ذاك أبو شي تكبي عنا فلك شي بيان ساكت مكسوكة بدأ قربان يعني رأيك أنا إيه رأيك مكسوكة رأيك مكسوكة تفريحا تفريحا أمزع شي كده مجالة على خلاف القياس قلب رأيك البيع بالضبط على خلاف تشواني قياس ليش قاعدة كانها شراب كين بيع إلا لرهبة قلب رأيك كمان كبش بيع رأيك كين بيع وتفريحا يا علي مقربك حس فكين ويا زيادة كين تنوين مشاين مصر شوان مشاين مصر إيه. تفريحا وهو الأكثر يعني شو وهو الأكثر يعني بزوري مصدري أمبابة تفريحا تفريحا وهو تفريحا الأكثر مصدر زوري ليهم بابه لسه وزي تفريح تفريح عندي تفعيل عندي بلان وتفعيلة ما هي وتفعيلة شيء تفريحا وتفعيلة شيء هاتوا يعني تفريحة أتوهم أخوين فرح يفرح تفريحا وتفريحة وتفراحا بلان كام ينزو زورا تفريحا وهو يعني وتفريحا الأكثر مصدر زوري ليكي أم بابه دي بلاك أم جادوالا وتفعيلة وهروالا سوزي جي جي مصركي تفعيلة وتفريحة يرى شي كراو تيكي مصري زي كراو ياكا حزب كراو غير مكرر لك حزب كراو نكراو بيا لما تي نكراو خلبي غير نكراو بيا أي شي نكراو حزب كراو تفريحة
دفري حتن عين فعل مكسور كدوا را مكررك حذفك واضح عبرا بدا تفعيلة إيه وعن ناس مصدرية ليش هي وعن ناس فعالون ليه بلاك يعني شو عن ناس يعني لكم الله خلقوا بسلاوة لهن ده خلقوا بسلاوة وزني فعال يعني وزني فعال ليش هي فرح يفرح تفريحا تفريحة تفراحا تفراحا كرر يكرر تكريرا تكريرة تكرارا كابو تكرار 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 منصوب ما تكرار هم قوسين منصوب إيه تكرار تكرار شيء مصدر بابي تفعيله هذي بيقول يعني تكرار يعني شيء تكرار يعني مصدر بابي كرر يكرر تكرارا كسر يكسر تكسيرا تكسيرا تكسارا واضح أبرام قال بابي تفعيل شن مصدر يهبو سياني يهبو كيف شي هبو تفعيلو تفعيلتنو فعالون كام ينزورين هيا تفعيل زورا باشا تفعيل ينزورتريني مصدر بابي تفعيل فعلى سوزن شي تفعيل دي ايه بلا انواع الناس لهين دي خلقه وبسلاوة شي بسلاوة فعالون بسلاوة وهي دي قياسية وهي يعني كيف صافي اهل وهي امس ايبنو امس امو هيبنو بوستيكان يعني تفريح تفعيلتون ولقوا فعالون هرسيكان قياسين وهي شوك اقر بوين بو فعال مذكرة وهي بلان بو ثلاثة كبير فهم مؤنس وهي امس يعنى كيوكين كتفريحو كتفعيلتنو كفعالة هرسيكان شين امانا قياسين يعني مصرين شين مصري قياسين يعني هر فعلك ما خصصه بابي تفعيل أتواني هسه مصري تدرس كي بخوين أماني فرح يفرح تفريحا تفريحة تفراحا إيه كرم يكرم تكريما تكريمة تكراما واضح أبرام كبرين قياسي يعني أوا واضح أبرام تيجاش نيسا إيه جاء برونا فارو قولو في عالم ومشددة فعال فعال بعدك يا إخوانتو فعال فعال مخففا ومشددا يعني يقول وان لا آتك شغل دي خوش يا ليه وقرئ بهما قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا 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 هدو كان مصري بابشين تفعيلا نعم ما تينا واضح براكم بلا وقيل المخفف مصدر المفاعلة قيل يا باوت وقال هذا سوز فعال بيبا مخففي لبابي مفاعلة بابي قاتلون زيترا أو قيل أو تقول لي قيل يعني ضعيف أقصك واضح أبرام أبرو نصدق سيك أو نحو قولي فرحة بلا لفرحة شيء زيادة الرأي زيادة كيف بلا أو رأي زيادة آية كامية كامية يعني أدوب زيادة اختلف في الزائد فقيل الثاني لأن الزيادة بالآخر وما يقربه أو لا قيل قال دوام يعني زيادة شو دائما زيادة بلو آخر به لك وتعي يعني كامل لك وتعي نزيك دوام نزيك لك وتعي وقيل الأول لأن الحكم بزيادة الساكن أو لا تقليلا للزيادة قيل قال يا كما كان ساكن زيادة بو شو دائما تا ساكن باشر الزيادة كي تاكو مثلا شيء مفتوح وايا ساكنك آسان ترى والله وجوز سيبوي هي الأمرين سيبوي شيء كهذا كم دروس دانا والله هذا كم كم بقينا كا بقولت يعني مشكلة كي مشكلة مية ولا دروس تكتبوا إيه ده براك واضح أبرام إيه أم جابر نصر وهي كا قولوا وهي أخواني خوارق أبو قرداري أي ثلاثة لما في الشافية من أن مصادر المزيد فيه قياسية قال وهي عن شأن هرسي مصدر كما مصدر هرسي مصدر كيف قاتوا تفعيل وتفعيل فعالك هرسي كان معنا قياسي بوش وشافية على المصدر الثلاثي مزيد فيه هم يعني قياسي وإن كان في نوع مخالفة لما سيذكره هسنا عن قصي الشافية
أو قسيمة من صالح أو الشافية مخالفية كده من لباس يكا إيجاتي توزي كده بلا ما لشي دبراكم لا تفعيلة نقرأ قبل شيء تفعيلة ولا لكان أحسن دبراكم أقر واي بوتايل باشتر بو يعني بوتايا أما هي بدأ دروسي بو تفعيلة علي براكم وهي تفعيلة قياسي تنشتكي أولا أنا قنجاوت البوايا بلا ما قال إيه تصنع مخالفاتها وإلا لك أصلا ذكرها قبل قولي وعن ناسي ولكان أي مثلا بيوتا شيء بيوتا وهي لفيش وعن ناسي بيوتا وهي يعني تفريحا وتفعيلة شيء قياسي أما هي فيش عن ناسي وعباس واضح أبرام إيه وقد يجوب مصدر على تفعال بتفعال بكسره بفتح فسكون تفعال جواب شيء بابي هنا بابي فرحة تفعال شيء تفعال تفعال وقلت تذكار تفعال شيء قلت بيان تلقى أود مصدر شيء يعني بابي فرحة كأبو وبيج مصدر واضح أبرام تفعيله تفعيله تفعاله تقولين فعالو وهر وشي تفعالو تفعاليش كأول بيجنا على مصدر بودي شج مصدر أم بابي تفعلا شج مصدر دي فقط أنه قال شو قال القرآن هاتون تبياني كل شيء شبا بك تبيان مصدر شبا بك يبين شي تبيينا وتبيانا واضح أبرام إيه تذكار دي بروبلاك أم جالة شيء ويكون للتكثير في الفعل أم بابي فعلة ويكون بابي فعلة شدو صبب وزي فعلك ويكون أم فعلة بوشي هاتوا للتكثير في الفعل بوز والأنجام داري كردارك أقا بدي ويش أزول كراوة شي بكاري بابي فعلة بكاري هنري وكوالا شيء على جولتو لماصية جولتو يعني شيء يعني شيء جولتو ايش زور قران جولان جولم زور قران جولت يعني شي يعني زور قران واضح ابرا كم قرات زور خوان دوا باشا اكلت زور خوان باشا ابرا كم طوفت كلاش بالكعبه طوفت بالكعبه يعني شي يعني زور طوك حوجا القراءه صوره فقيره هنيه كاوية كم شد ذاك اللي معنا كان شيء تكثير في الفعل يا تكثير الأشياء في الفاعل فعلك زلمي شيء كدوة شيء كدوة فعلك أو كل شيء منك قطعت قد نعم قطعت إيه قطعت الحبلة يا قطعت الوردة ولن زول شيء كدوة زول كدوة إيه يا أكو مصالح لا لينكاع لا باسي واشتراع يعني شيء تكثير لمفعولك مفعولك زور كلاوة وكو شيء الله غلقت الأبواب شيء زور داخستوا غلقت الأبواب درقاي زور داخست بس شيء هذا درقا كان زور بوشوك الله غلقت الثانية أبواب يعني درقا كان زور بوك داخستوا فقيرا خلي داخستوا بوا أو داخل وانيا واضح أبراكم ولأخرى وشان معناه يتيج غيري أبا يعني أم بابي تفعيلها وتكثير لفاعلها هاتوا لفعلها هاتوا تكثير لفاعلها هاتوا تكثير لمفعولها هاتوا وشي تليش ولأخرى وغيري أم معناه إيش وكو شي لأخرى برا نقارة كالتحدية وكو شي تحدية تحدية يعني شي هذه كلمة متحدية ومنها أنسة إلى أصله نسبة دام ولا أصل فعلك نسبة دام ولا شيء أصل فعل ولا فسقته يعني شيء فسقته فاستنك يعني نسبة دام ولا فسق يعني نسبت هذا الرجل إلى الفسق فسقته يا أبو السلب هاتوا
قررته قررته أنا شيء قررته قرر نعم قرر قررته قضيته سايم فاقد هو قضيته أو تقول كذا أنا شايف أنا شتى كذي أشي أري قضيته يعني سايم فاقد هو هو أقضيته عينوي يعني سايم فاقد هو بس قضيته يعني شيء يعني سلته القذى عن عيني قررته سلته القردة عنه اللي يمكدوه يعني ما يمكن كان اللي دروخ استوى ما يعني ما يمكن يمكدوه ما أسلب أسلبه يجلم كفرموت ومن أحب محمدا محمدا فقد كفر أيش يعني كسر محمد يعني سلبي خوش يصير محمد كان أيش سلبي يعني أوى ليكد نوى دامالين وليسرورة فاعل إذا أصله فعلى كلمة خواني أصلي في علكا يا أقول قيحت قيح الجرح جرحه يعني شو قيح الجرح بينك أبو بكيمة يعني بينك أبو بشي يعني بينك طاطا قرابة شي كيم هو ده خواني يعني قيحك أبو أصلي شي أصلي بينك هب بينك أخوي قيحك قيحته يا روض المكان يعني شو روض المكان يعني شو نجي أو كده ما ممكن بقول كده ما باخ شو نجي كده بقول أو يعني أو شو أنا بقول واضح أبرام ولتوجه الفاعل إليه بركني فاعلك ولا يكابرا ولا يفعلك أو عملي في أي شيء كابك هذا كوفة يعني شو كوفة كوفة الرجل ما كوفة ككوف وصبح زي كوف يعني شيء روجي كوف باشا كهف يعني شيء كهف اي توجه الى الكهف وكبر اشور ويبر اشكور اي كوف روجي كده مش كده ها روجي كده ما كوفا كوفا بلو سيروا شمينوا ولا شمينوا كا أم بيعور ولا شيء كا شمينوا ودودا بستي شميتوا إيه صبح هذا يعني شيء دخل في الصبح يعني شو أنا ضرب بيانه إيه كوفا لشيو ها كوفا لشيو لك هو كوفا قوة صباحا كوفا لكافيه كافيه كوف كافة يكوفو أنا على خد على 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 لخد على على كوفو 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 يعني شيء أنا بستير سمعته أقول ليش بكرين اللي عندي شوي على كسر كده خد كوفو كوف إيه ده براكم ولتصير مفعولي على ما هو عليه مفعول كرس الشرازي فعل كبير سبحان الذي ضوى الأضواء فاكيبه خواي كراسي ضوى الأضواء يعني شو ضوى الأضواء رناكي رناكي روناكي روناكي يعني روناكي بوشي بوده خواني روناكي بوده خواني روناكي أبوا مفعولة كيا بوده خواني شي خواني روناكي كا إيه ولي الدعائي بوشي هذا هو دعاء بركته بركته يعني شي باركي في لوزم كده بركته في لوزم دعنا باشا يا أخوني وللحينونة وحين كات ظهر يستني يروح يروح كده ده بطر عنس يعني عصر يس عصر هو بطر عين يروح وحينونه يستني يروح يعني يست حين يروح بس كاتين يروح إيه وش ترى هاتوا للحمل على أصلي على أصلي كسكت دوابني كيشكي كدوه كذبته أنا حملته على الكذب يعني بدل وزن دعنا بدر وزن دانا كذب يعني شيء بدر وزن دانا بدر وزن دانا يعني حمد لله سد وزنتي إيه والاختصار حكايتي وكل كذب من حكايتي هذا كبر يعني شيء قال الله أكبر كبر نعم الله أكبر كبر يعني شيء كبر الله أكبر وانيا قال كبر أبو توشي كذوا الله أكبر تختصر كل شيء لو شيء كبر يعني هو حكايتي كنت كذوا طبعا إيه يا خلبان إسأل ما أنا كفرمود همون لمبابي
صح عليه هاي عليه بزيادة بلا معنى كان يعني معناه يجي تدل معنى كان مكاره هي للأسبانية العربية نزيكي تقريبا ده معناه بكارها توا إيه وللاعتقاد وبروابون وحدت الله يعني جعلته واحدا من خلال ما تصفيه وعين فيه بلا يسي يعني اعتقدت وحدانيته ولغيرها غيري أما سنها وعتاتي يجي هل هي إيه أما أنا بابي تفعيل شو بابي تفعيل كي قلت بابي فعالة دو بابن كزول بكاري هنرين ومعنى شان زولة هاري بلا كان بلا وقد يكون بين الإفعال وتفعيل تضاد في المعنى أما اشتكي باشا ريكي قلت اشتبع مي مكان بين بابي فعالة وتفعيل هاي شيء لما أنا كان عند جاياتي هاي وكو إفراد وتفريط كالإفراد إفراد بشيء ودي تجاوزنا نعم إفراد تجاوزه درشون لسنور إفراد عن شيء هو غاية التجاوزي أو فريد درشون عن الحد غاية أي تفريد عن شيء تقصير ها لو دجي لكن ده بقى العكس هو غاية غاني كشيء سلكيت أنا كان نجي إفراد درشونه تفريد هات نود واضح واضح أبرام إيه بوشنكا إفرادك أي بابي فعل معناه سبقية إفراد ما بي تفعيل معناه قصرة علي بلا كم يسلم معناه كاك وراء وين إيه إنما أزكي شخور بمعنى كان جواز إيه طبعا كان جواز بلا أنت لا بابا كشف كان جواز إفراد وتفريط هذي كان معناه ناك يعني والله هذي كان تجاوز يسلم معناه كان شيء وراء دي بلا كم وفاعلة جوري سهم مان كفيتك يا زياده كي وطبعاً بين شيء فاعل فعل وعن فلا حرفك زياده كي ايش اريد لك شي دول سبب قاتل يقاتل مقاتله وقتالا وقتالا شيء هذا فين كابو عاليه فالاول ما كان ماضي على اربعه حروف بزياد وعيد كشيك فاعل سلام زيادك محوالك انا وكل شيء من قاتل يقاتل مقاتله وقتالا وهما يعني شيء مقاتله وقتالا كثيران أمدو أن الأسبانية العربية زورا أم بابا أمدو أن عن شيء زور زورا قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا ويا ما وصل باختيار مقاتلة تيجي فيها ويا قتالا بيتي هي ميمي شمال لا بدوها باشا أو ميمي دقا الله ما أم بيت ميمة ميمي نية تيشي نية واني أمدوها ميا نميم نتيهي تياني نية دي براكم وهما هدو كان ليتي كثيراني دي براكم إيه طبعا أم وهما مقاتلة وقتالا لها مفعلة كثيران نين رون أخواله الأخوال والإخصاصي كي بينها قال شيء بما لم يكن فأو يا أن أو فعلان ناقرة كفعل فعل كان يايا وكو يواما يواما كياوما إلى أصلك على يواما يوايم يواما أنا أتوى الله مياما تيجي الشيء ذاك شو كأمان تضع زحمة فإنه نادر كده فرعين كواك كم هي يا وما كم أسر بابا يا وما يعني شيء يا وما روز غورين روز يان غوري هو ليوم يوم يا وما ليوم كي يعني روز غورين هو ده براكم إيه باش أبرام أمد ما سلام عن هاد وكان كثيراني طبعا شو دروس ما كدن شو ما دروس كد قاتل لين قاتل قاتل يا مين مكمل الله زياد كدوه هذه ما ألف اللي بيجي أو فلي فكر خوي هي مقاتلة تكاد هي تيجي مصري خلك وتعجب مقاتلة بلا قتالا قتالا أما شيء ما كدوا هذي ميمية كم ما كدوا ميمية شيء قامي قاتلة يا زي بو هذي شيء هواري مكسور هاتين قاف كم مكسور كير قتالا كيد ما مقي بعد فلا كم مكسور كدوا بلا عشان ألف كم حذف كير إيه جارة أليتك ما هنا لي وأنا فعلت ما هنا لي اللي أنفعله عن الفعل دانه تاني سنو بقتالا جاك خين وقيتالا بياوة أرى ألي فكما قلب كير بياه أو ألي فقل ما كان ماشي بيابتا قيتالا واضحة خوي أصواب يتاجي لازم جاني عالك وقاتل يقاتل مقاتلة وقيتالا وقتالا قيتال قتال يكشف سوا سوا لك فعل فعل ساكن مكسور كده هذه فكما طبيعي قلب ببيعة كابو قتال باشا في الشيخين قتالا بحس في شيء ويا حس في ألف فكرة بلا ما وصى ملا علي هاتوا قتالين لا بد جوا قتالنا إشكال هي أبدو أنا إشكالي تانية هنا عبتي
أرجع لو قال بعضهم قتالاً ها هنا اللي نحصر فيها كان أراد قتالاً شيء هاتوا أما كذب بعض زنجاني وناك زنجاني قتالاً كذب بعض هذي بكم ولعم والكل قياسي على الاختلاف أو أما جيب قصك والكل هرسي كان مقاتلتنه قتالنه قتالنيش همي أنشين قياسين شيء كتير شيء هاتوا قتالن شيء هاتوا قتالن بس هاتوا علي براكم دير عمني هنا ودير أولي وعلي اللي أنا هيني ميا وهدني أتفاري بينك أتفاري بينك إيه برام شيء قياسين على الاختلاف لساشي رأي جواز لنيوان علماء ده بوش وكهندي كان على تنها بس مقاتلة قياسية دوانا كيتريان شين سماعين قاتل يقاتل مقاتلة تعب قياس مقاتلة قياسية أما قتالا وقتالا يا قتالا أول شين سماعا هنا ترى النخل مقاتلة سماعة قتالا وقتالا هذي كان قياسي واضح أبرا إيه أبرا سأل قبول جيكا جالي عليه وقال بعضهم أن قتالا سماعي على الخلاف فحينئذ حكي عن الأخبشي أفعل وفعل على شيء على وتو أنا قتالا شيء سماع ولم خلاف على الخلاف شو قال بعضكم شيء استحساب هو شكا يعني كيشك كنت كم سماع على عرب بيستم أنا أجزور بكار هاتبو واتجزوريني وشاء تيا هاتبو أو قياسة أجر كمين كمينية لو شتيا هاتبو أو تيا سماع وهي اللغة مصدر أبو أمر حقا تكتب اللغة ده براكم أم جاوز فحينئذ حكي عن الأخفشي ذي أم نبرز غير رأس كلمة أفعل وفعل أم يعني شيء أفعل وفعل سلام خير يا أخوة هو تمك ما طلوا يا سيد وعي فحينئذ حكي عن الأخفشي يا حكى عن الأخفشي دعي جنو ساوى أخفشي دعي جنو ساوى دعي قولوا طغى طب شنو سوى؟ مستوى مستوى على مستوى المستوى شيء نعم مستوى له تبع شو ما دام المستوى ده هو بوقت عندي كده ما دام في مش لاقي ما خلصت الان ايه مما طلب ايه ام جاري وهو للمشاركه ام بابا شيء هاتوا مشاركه يعني شيء يعني برابر يكلم لغلي ف مشاركه يعني هذا شيء كده باي مفعلة بوشيا وها بوشيا قاتل الله يعني قل بقى مصدر كان يعني معنى حرف عليك أخوي باب فعلة وهو يعني باب فعل نج مقال مصدر كان وهو باب فعلة بوشيا هاتوا بلى بوشيا هاتوا ومشاركة مشاركة يعني شيء يعني ها بوشيا كده من يعني دوكس كمتر نابي دوكس كمتر نابي بلى مجاري واهي مشارك باي فعل بكار هاتو هيك كسي شوفوا خايف قوي كبكار يعني وايا قاتلهم الله والله ما أمشي طرف كايت يعني نازل منزله كلا يعني كل واحد عن راو كان أنا طرف يكن لقى خوا جنگن لكن أخو إنسانين عنده طرفه ويا مرجين اللي باي مفعل طرف كان هاتو يعني إنسان بن ويا أصل مشارك أو حق وايا إنسان بن بلا ما هو جاري مرجين يا إنسان بن جاري وايا كسا كسا وبرزو أمزوز النزمة بلا ما قرين قوي جور الحركة كدوا مشاركة كلا وكم جوا للمشاركة تيابي ويلا مشاركة حقيقية يا مشاركة شيء غير حقيقي إضافية تيجي شيء مجازية مشاركة قاتلهم الله ما مجازية شو كأوانا ك بيدينا كان بركوا خوان في ناكري واضحة قنات وانا هذا شيء خواب إنه وش تعب ما كخواب إنه قاتلهم الله لم تصويرك يببوا بشركة أبو إنسان يعني أوان جبهك ومن جبهك واضحة برام لا وش ترمعوا صفر ويا او يا كاشن يا هيا انا كاشن سر اسم كلهم بوشي جاري وسر يا رحمن هو يعني من هذا علي بلى اسم اسم منصوب بس قران دي بوش انا اخذ اسم منصوب هكا يا حرف نداء ايا وهي انا كاتب منصوبين كاسم كان مضاف ما ذا كان مضاف يا شطيه ونادى مضاف منصوب يا منادى نكيرين مقصود غير مقصوده نكيرين غير مقصوده اما نكيرين مقصود ومنادى مفرد معرفه مرفوع
سيا كيرك يا رجلا خذ بيدي ماشي ام كيرك واقال بيايك مقصودي هي هذا بياي هل كسك هي نكري غير مقصوده من طلع ما قال بياي يا رتق يا رجل هو مقصوده جاوب بياك تقيه صح من ويوتي يا رجل كبايك غير نسي بيجي بياك مقصوده بل يعني غير مقصود يعني ك يعني كذي غير مقصود لقلتي منادي مضاف يا عبد الله يا شبه مضاف نعم جوزاني فاهم بل خلنا 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 نقول نعم جوزاني ونقول يا عبد الله يا عبد الزيدين يا رجل خذ بيدي مو أرسل من هنا أو تو كم مضاف منادي مضاف يا شبه مضاف أجدنا من منادي نكير كذي غير مقصود بل خلنا كعود أوز عنسي أنا منصوبة كار أما مفرد معرفة وكو يا أيوب يا رحمن يا بختيارو أول شيء من مرفوع يا زيد يا محمد يا يوسف مرفوع مفرد إمداء منادى نكيريك مقصودة هما شيء مرفوع يا رجل هذي براكم جزاك فنن بسطة بمعنى شيء كير بنيت نعم وشيء بسطة في العلمي يعني نعم يعني قوة في العلم بسطة بمعنى بسطة جسمية بسطة بسطة يعني قوة هل بسطيها تقول يعني بسططني شاته بسططني شاته قراءة أتواني رام هو شيء بس طيب بس طب بس أطى ولا صار معنا الزالبونة اشتكي بس أنا زالبي يعني هيزك بس اشتكي فيهم بسطة مدخل